رحب فيكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين من صالة خليفة الرياضية، ننقل لكم أحداث اليوم الثاني من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للهواة. النزال الثالث على كيج 2 بين اللاعب البحريني محمد المعماري واللاعب الكازاخستاني داستان زاكيبيكوف. نتمنى التوفيق للاعب البحريني. أمس شهد مشاركات طيبة من الفريق البحريني. نعم، منتخبنا أدى مباريات جيدة أمس، واليوم عندنا بعد كذا لاعب راح يشاركون. عندنا تواصل إن شاء الله الإنجازات في اليوم الثاني. كل التوفيق للاعب منتخبنا الوطني محمد المعماري. حماس عند الجمهور واضح لدعم اللاعب البحريني محمد. الحكم والقيام بآخر التعليمات قبل ما يطلب من اللاعبين التوجه لنهاية أرضية النزال. إن شاء الله كل التوفيق. بداية الجولة الأولى وتبدأ المباراة. كل التوفيق يا محمد. بين تركيز واضح على لاعبنا، في قياس للضغط في البداية. إن شاء الله يبتدي الضغط، لا يخلي اللاعب الكازاخستاني هو اللي يضغط. اتوقع محمد يحتاج ان الخروج الجانبي، سايد ستيب اللي خروج الجانب. لحد الان ما في اي لاعب من المنتخب لابس بدء للهجوم. اللباس الاحمر اللاعب الكازاخستاني بالازرق. ركله جيده موفقه اللاعب البحريني باليسار. نعم، ركلة باليمين، يتواصل مع اليمين لإيقاف خصمه. ايوه، حلو، افضل، قام يتحرك شويه، افضل من ما يكون نفس ما نقول في الفايتنج فلات فوت، ان رجوله ما تتحرك. في عملية التحام بين اللاعبين. محمد يحتاج يوجه اللاعب الى طرف الكيج حاليا. جيد جيد محمد، جيد، قاعد يسجل ضربات بالركبة، ضربتين بالركبة موفقتين. اللاعب الكازاخستاني يحاول يحصل على رجل اللاعب وقيام بعملية اسقاط، لكن الدفاع اسقاط من اللاعب، يقوم فيه اللاعب الكازاخستاني. ولاعبنا محمد قاعد يستعمل الجارد. لما نقول الجارد معناته ان اللاعب اللي في الاسفل يستعمل ريوله عشان يدافع من البوزيشن. في هذه الحاله عمليه وضعيه الكلوز جارد، اغلاق الرجلين على خصر الخصم. لاعبنا لازم يستعمل الكيج الحين بظهره عشان يقدر يقوم يوقف، يحاول يدفع القفص اساس يوقف. كابتن رضا، في حالة مسك اللاعب اللي على ظهره للاعب الثاني في هالحالة، هل ممكن الحكم يوقف المباراة مرة ثانية؟ إذا ما في أكشن، يعني إذا ما في أشياء ما قاعدة تصير. بس حاليا اللاعب الكازاخستاني يعدي الجارد. إي نعم، يعدي الجارد وباين عليه عنده، وتحرك للماونت. الوضعية مو بزينة للاعبنا، بس ضيعها. استعجال نفس ما قلنا يؤدي إلى فراغ يساعد اللاعب. 10 ثواني على نهاية الجولة الأولى. جولة سريعة كانت. اي نعم. محمد لازم تنتهي الجولة الأولى. انتهاء الجولة الأولى. أداء جيد من لاعبنا، قدر يجاري اللاعب الكازاخستاني. أتوقع واضح من الجولة الأولى أن اللاعب الكازاخستاني راح يحاول أخذ المباراة إلى الأرض. نعم، وهذا وهذا اللي يعتمدون عليه اللاعبين. فشنو نصيحتك كابتن للاعب البحريني؟ وبس لازم يدير باله على التيك داونز، يعني ما يخلي اللاعب يوصل حق ريولة أياديه، يمسك ريولة ويدزها في الأرض. هو السنجل ليج ولا الدبل ليج، يحاول يعني يدافع عنه، يحاول يستهدف.
طبعا بالتاكيد مدرب المنتخب البحريني الدار حاليا يقوم باعطاء التعليمات للاعب البحريني محمد بحضور سمو الشيخ خالد. اللاعب البحريني مستعد لبدء الجوله الثانيه من النزال. محمد الشيء الحلو اللي اشوفه ان اللاعب محمد المعماري باتم الجاهزيه وفريش يعني نفس ما نقول ما شاء الله التعب عيني عليه بارده التعب ما باين عليه على اللاعب فريش لاعب قوي وفريش والجمهور بحماس يشجعه الاجواء حماسيه اي نعم التوفيق يا محمد في الجوله الثانيه اتمنى السيطره على الجوله الثانيه اللاعبين اقرب للفوز اللاعبين متقاربين في المستوى اللاعب الكازاخستاني في نص الملعب في نص الكيج ركلة جميلة من محمد ركلة على الريل جميلة محاولة اسقاط ثانية للاعب الكازاخستاني اي نعم مثل ما قلنا اللاعب الكازاخستاني يفضل اللعب الارضي محمد الحين حط اللاعب الكازاخستاني في الهاف جارد اللي هو متحكم في رجل من رجول طبعا هذه الوضعيه تكون الافضليه للاعب الكازاخستاني حولها الحين الى فول جارد يعني يستعمل رجلينه وقافل على اللاعب لكن لاحظ محمد متمسك بيد اللاعب وراس اللاعب في نفس الوقت أي نعم يمنع توجيه اي ضربات اي نعم هاي يمنع اللاعب توجيه اي ضربات بس لازم يحاول انه يطلع من هني لان هني لصالح اللاعب الكازاخستاني لاعب الكازاخستاني في هالحاله يحاول انه يكون بعض المسافه بينه مثل ما نشوف الحين مسافه بينه وبين اللاعب الثاني على اساس يكون يقدر يوصل الضربات لاعب منتخبنا له خيارين هني اما يحاول المسكات اللي هي مسكات الجوجيتسو اللي يخلي اللاعب يستسلم او يحاول يقوم يوقف من هنا عمليات الخنق مثلا او كسر الذراع او الكتف او يحاول يوقف من هنا يطلع روحه يعني لازم يكون مساحه انه يقدر يقوم فيها بس نفس ما تشوف لاعب الكازاخستاني يضغط وما يخلي اللاعب قاعد يحاول يعدي الجارد اي نعم اللي هو يحاول يعدي الجارد مره ثانيه بس محمد يوقف اللاعب اي نعم ورجعه في الفول جارد بس الفول جارد من هني ان شاء الله محمد يحاول بعض المسكات واذا ما نجح يقوم يوقف يعني اقدر اقول كابتن رضا ان محمد يحتاج يكون يهدد اللاعب اكثر هي بالضبط لا يخلي اللاعب مرتاح هني كل ما اللاعب اللي فوق ارتاح هني كل ما راح يوجه لكماته باريحيه هني المفروض محمد يحاول يقوم باقي له دقيقه تقريبا 40 45 ثانيه لازم يحاول يقوم قوم محمد واو محمد ولاعبين على الرجل مره ثانيه ومحمد بحركه جميله حصل على الاندر هوك ووقف الحين لكن اللاعب الكازاخستاني متمكن من عمليات الاسقاط اسقاط قوي ولاعب قوي الكازاخستاني في افضليه واضحه للاعب الكازاخستاني في عمليات الاشتباك الاشتباك الارضي نعم عمليات الاشتباك الارضي حاليا عند وضعيه الماونت اللي تعتبر من اخطر الوضعيات هذه وضعيه خطره ان شاء الله محمد يقدر يطلع منها قبل ما الحكم يوقف المباراه باقي 10 ثواني محمد حاول تعدي هالعشر ثواني بتعدي ان شاء الله بتعدي نهايه للجوله الثانيه سيطره للاعب الكازاخستاني لكن الامل ما زال موجود لمحمد مثل ما سلف وذكرت اخ كابتن رضا لاعب البحريني اي نعم يتمتع بلياقه عاليه الحين عنده جوله واحده باقيه جوله ثالثه ان شاء الله يسيطر فيها سيطره كامله وان شاء الله يجيب الفوز لنا تعليمات من مدرب الفريق البحريني إلدار إلداروف Take care of the floor.
الاحتفال لبدء الجوله الثالثه والاخيره والاخيره ان شاء الله. نتمنى التوفيق للاعب البحريني محمد. ان شاء الله كل التوفيق لاعبنا. الحماس في اعلى درجاته في المدرجات والجمهور على رجلينا. بدء الجوله الثالثه. ان شاء الله لاعبنا يتم يضغط على اللاعب، لا يخلي اللاعب، لاعب الكازاخستاني لازم نخليه نفس ما نقول اندر بريشر، نحط الضغط عليه ويحاسب التيك داون. انا انصح اللاعب بالتفادي عمليات الاسقاط بالضبط قدر ما يقدر. في اشتباك جيد ممتاز حلو. ممتاز من محمد حلو طلع. محمد خليه يتفادى الالتحام والقتال الارضي ويا هاللاعب، خلي الفايت واقف ويحاول ينزل لك. شوف لاعب يحبي ينزل دبل ليج تيك داون ينجح فيها اللاعب الكازاخستاني. لاعب الكازاخستاني لاعب متمكن يحاول يعدل جارد مثل ما شفنا. اي نعم متمكن بالقتال الارضي والرسلينج. دخول في وضعيه الكلوز جارد اللي ممكن يشكل خطوره للاعب الكازاخستاني اذا اللاعب محمد حاول القيام بعمليات محاولات الاستسلام او الخنق. ان شاء الله ان شاء الله يقدر لاعبنا يطلع من هنا او يخلص المباراه بعمليه خنق او كسر على الذراع اللي هو مسكات الارم بار كيمورا. قاعد يحاول نوعا ما تشوف يحاول يتحكم في اليد انه يدخل الريل عشان يمسك مسكه تراينجل. هذه فرصه يعني ممتازه للاعب محمد. لكن اللاعب الكازاخستاني تفاداها ولكمه موجهه لوجه اللاعب البحريني والدخول مره اخرى في وضعيه الكلوز جارد. باقي دقيقه على هالجوله. دقيقه ولاعبنا متاخر نوعا ما. نتمنى من محمد القيام ب بعض الاكشن. اتوقع اللاعب الكازاخستاني لاعب الكازاخستاني اتوقع ذكي، مجرد البقاء في هذه الوضعيه ممكن تعطي المباراه. اي ويشتغل يعني قاعد ينزل اللكمات في الجسم في الراس حتى لو ما فيها قوه بس هو محاولات مو جديه. ولكن ما يخلي الحكم يحس انه هو ما قاعد يشتغل، يعتبر نوعا ما سيطره على نفس ما قلنا في البدايه. اي نعم هاي سيطره الجراوند وورك. 10 ثواني متبقيه. اي نعم 10 ثواني لنهايه الجوله الثالثه والمباراه. محاوله من محمد عملية الكيمورا متأخرة تنتهي المباراة. And the winner in cage number one representing Sweden, Serdar Altaf. ننتقل للحكم حاليا للإعلان الرسمي عن نتيجة المباراة والتي متوقع أن تكون في صالح اللاعب الكازاخستاني وذلك لسيطرته على المباراة في الثلاث جولات. هارد لك محمد مقدما. مجهود طيب تشكر عليه. لاعب اول مره يلعب في بطوله العالم محمد المعماري، اول مره على هالمستوى وقدم مجهود جيد. وخلينا نشوف قرار الحكام. قرار رسمي نفس ما توقعنا. الفوز للاعب الكازاخستاني. مبروك اللاعب الكازاخستاني وهارد لك يا محمد. روح تشكر على الاداء. روح رياضيه من اللاعبين.